لدى رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للملتقى الحكومي 2018 بمركز عيسى الثقافي اليوم. أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أننا نعمل على تطوير الأداء الحكومي بتحسين جودة ومستوى خدمات الوزارات والجهات الحكومية لتقدم خدماتها بأفضل الممارسات، وفي سبيل ذلك نحرص على تشجيع العمل الجماعي وإبراز الكفاءات وإذكاء روح المبادرة والابتكار والتميز الفردي والمؤسسي وفق معايير الإنصاف والعدالة. فأولوياتنا هي تحقيق أقصى درجات رضا المتعاملين مع الأجهزة الحكومية، ولا ينبغي لأي تحد أن يقف عقبة، قائلا سموه للقيادات التنفيذية في الحكومة بإصرارنا وبعزيمتكم كي نكيف التحدي ونحوله إلى إنجاز. وطلب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء القيادات التنفيذية في الحكومة بعمل المزيد من التسهيلات والبعد عن الإجراءات المعقدة والروتين والبيروقراطية، وأن يكون العمل الحكومي مطوعا للتكنولوجيا ومتخذها وسيلة للإسراع في إنجاز الخدمة والحفاظ على وقت المواطن المتعامل مع الوزارات والجهات الحكومية. وقال سموه إن مخرجات اجتماعاتكم في الملتقيان السابقان وما تلاهما من ورش عمل لبلورتها كانت منطلقات لبرنامج عمل الحكومة، فنحن يهمنا في الحكومة أن تكون مشاريعنا وبرامجنا خلاصة لأفكار ورؤى مختلف مستويات المسؤولية في الحكومة لتنفيذها، وكما أننا نستمع من المسؤولين فنحن نحرص على الاستماع إلى مقترحات كافة الموظفين في الحكومة، فلكل رأي مكانه من الأهمية لدينا. ونوه سموه بمبادرات سمو ولي العهد وأسهاماتها في تطوير العمل الحكومي. وتوجه صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالشكر والتقدير على رعاية سموه للملتقى وما تلقاه مخرجات الملتقيات الحكومية من دعم ومساندة كريمة من سموه، وما يؤكد حرص سموه الدائم على مواصلة التميز الحكومي في الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وقال سموه إن هذه الملتقيات الحكومية أصبحت إحدى أهم العوامل لتنسيق الجهود الحكومية وبلورة الرؤى والتطلعات والعمل على ترجمتها على أرض الواقع في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى. ونوه سموه بأن الاجتماع يسهم في مواصلة العمل على تحقيق الرؤى والخطط الموضوعة وتشاور القيادات وتبادل الآراء والأفكار للوصول إلى الهدف المنشود بروح فريق البحرين الواحد والساعي لخدمة الوطن والمواطن. وأكد سموه على ما يسهم به الملتقى الحكومي من تعزيز مشاركة القطاع العام في التنمية الشاملة وزيادة الجاهزية للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية، معربا عن شكره لكافة القيادات التنفيذية والموظفين الذين يجعلون نصب أعينهم مصلحة الوطن وخدمة المواطن وتجويد الأداء الحكومي، والذي أسهم في تحقيق نتائج جيدة في برنامج عمل الحكومة الحالي، منوها بما تم الانتهاء منه من تطلعات مستقبلية. حفظكم الله ورعاكم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أيها الأخوة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً في لقائنا السنوي هذا، إيذاناً ببدء أعمال الملتقى الحكومي 2018 الذي يحظى بشرف الرعاية الكريمة من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وبمبادرة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. لقد أصبح هذا الملتقى الذي يجمع قادة العمل التنفيذي في الحكومة تحت سقف واحد بمثابة تظاهرة حسنة تهدف لمتابعة النتائج المتحققة في الملتقيات الناجحة السابقة، والعمل على تكريس التكامل بين جهود الجهات الحكومية لمواصلة تنفيذ الرؤى والخطط الموضوعة لصالح المواطنين، وتعزيز إسهامات القطاع العام نحو مرتكزات التنمية الشاملة التي يقودها بكل حكمة ورؤية ثاقبة واقتدار سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وما يحتمه ذلك من زيادة الجاهزية للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية، علاوة على استعراض ما تم إنجازه في برنامج عمل الحكومة الحالي 2015-2018 الذي هو في مراحله الأخيرة، ومناقشة ما تمخضت عنه ورشة عمل التطلعات المستقبلية التي كانت نتاج جهد دؤوب أثمر عن تحديد 29 سياسة قابلة للتطبيق من خلال 106 مبادرات. لا يخفى عليكم ما يشكله انعقاد هذا الملتقى على وجه الخصوص في هذا التوقيت من العام من خطوة بالغة الأهمية لتزامنه مع البدء الفعلي في تنفيذ محاور برنامج التوازن المالي الذي أعلنت تفاصيله مطلع الشهر الجاري على أثر توقيع مملكة البحرين على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة. نجدد لهم كل الشكر والتقدير على وقفتهم الأخوية المبرهنة على وحدة الهدف والمصير المشترك. إن من شأن هذا البرنامج الموجه لتجاوز التحديات المالية أن يحقق بحلول العام 2022 التوازن المنشود بين الإيرادات والمصروفات الحكومية عبر مجموعة من المبادرات الرامية إلى خفض المصروفات التشغيلية بواسطة 6 فرق عمل تم إعطائها الصلاحيات اللازمة لذلك، والتي لم تتوانى في الإعداد لمباشرة مهامها منذ اليوم الأول لصدور قرار تشكيلها. هذا بالإضافة لما يهدف إليه هذا البرنامج من زيادة الإيرادات من خلال إعادة هيكلتها لتتواكب مع النمو الإيجابي المضطرد في اقتصادنا الوطني الذي سيظل على هذا النحو إن شاء الله بفضل ما يتمتع به من قاعدة صلبة، وهذا يستوجب العمل على توظيف عوائد النمو الاقتصادي ومردوداته
في مواصلة تقديم خدمات حكومية ذات كفاءة مرتفعة وجودة عالية في مختلف القطاعات لا سيما في البنية التحتية. وعلى صعيد الدعم الحكومي، فقد روعي عند تصميم وتنفيذ برنامج التوازن المالي مواصلة تقديم الدعم الحكومي المباشر للمواطنين، ولكن وفق معايير تعزز كفاءة النظام وتحقق العدالة عبر توجيهه لمستحقيه. ومن المهم أيضاً الإشارة إلى واحدة من أهم مبادرات هذا البرنامج، ألا وهي التقاعد الاختياري، الذي سيظل متاحاً لمن يرغب في الاستفادة منه من موظف الحكومة ممن أتموا 10 سنوات كخدمة فعلية وليسوا من شاغل الوظائف العليا وأن في حكمهم حتى 8 نوفمبر. ولقد بلغت عدد الطلبات المستلمة حتى هذا اليوم أكثر من 7000 طلب. وما هذه المبادرة إلا فرصة ستتاح أمام المستفيدين منها لتوظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص، ليكونوا بالتالي جزءاً فاعلاً ومهماً في منظومة الاقتصاد الوطني. واسمح لي هنا يا صاحب السمو أن أتوجه بخطابي هذا إلى المسؤولين التنفيذيين المتواجدين معنا في هذه القاعة، الذين هم دائماً على قدر الثقة والأمانة التي كلفوا بها. كونهم مواطنين صالحين وجزءاً من قصة نجاح هذا الوطن في مختلف المحافل. إننا وإذ نتحدث اليوم عن جميع هذه المبادرات الرامية إلى تصحيح مسار المالية العامة للدولة، فإن الأمل معقود عليكم، معقود على تعاونكم وتكاملكم من أجل تنفيذ السياسات الحكومية التي هي في الأساس من صنيعتكم ونتاج فكركم، وهو ما يعكس الحرص الدائم من الحكومة الموقرة على إشراك موظفيها في صنع واتخاذ القرار. فإذا كانت تلك السياسات تهدف ضمن ما تهدف إليه لتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية أمام المواطنين والمستثمرين، فإن الخطوة الأولى نحو تسهيل الإجراءات وإنجاز العمل المطلوب في حينه تقع على عاتق من يقدم منكم خدماته للمراجعين نيابة عن الحكومة، كل في موقع عمله واختصاصه. لقد علمنا التاريخ أن أهل البحرين في أي موضع كانوا قادرون بفضل الله على تجاوز ما يواجههم من صعاب، ولذلك فقد كانت التحديات المالية التي فرضت نفسها علينا هي الدافع والمحفز لنا للإنجاز والإبداع والابتكار والعمل على تحويل صعوباتها إلى فرص تحفظ ثروات وخيرات هذا الوطن للأجيال الحالية ومن سيعقبهم في المستقبل إن شاء الله، ليتسلموا الأمانة وهي مبنية على أسس متينة من الاستدامة والنماء دون تأياب. فلذلك كان وقع شعار فريق البحرين فاعلاً ومؤثراً ومجسداً للقاسم المشترك فيما بيننا جميعاً، فلنجتهد ونعمل سوياً بروح فريق البحرين لتعظيم الاستفادة من آلية التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف الآنية والمستقبلية. وفي الختام أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح لتحقيق الازدهار والاستقرار والرخاء لوطننا العزيز، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحضور الكريم أن متطلبات الإصلاح والتطوير في ظل عالمنا المتطلب. هذا وتم خلال الجلسة الافتتاحية عرض فيلم وثائقي استعرض أبرز الإنجازات الحكومية في مختلف القطاعات. وقد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتوزيع جوائز الأداء المتميز للمؤسسات الحكومية الذي انبثقت منه رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها المرسخة للعدالة والتنافسية والاستدامة وصولا إلى الريادة في الأداء والإنجاز. برؤى ثاقبة تستشرف لمحات الغد المشرق وتطلعات المستقبل الزاهر وسعيا لأداء حكومي متكامل يلبي الطموحات. أريد أؤكد في هذا المجال أن مصلحة المواطن البحريني هي فوق كل اعتبار، لا يهنى لنا بال إلا ونشوف جميع أبنائنا البحرينيين يقومون بواجبهم، وأملنا كبير أن يكون عملنا الوطني هذا خليفة النجاح. عملت الحكومة على تنفيذ برنامج عملها 2015-2018 الذي يستمد قوته من السياسات والبرامج التي تخدم الوطن وتهم المواطن، التوجهات الاستراتيجية للحكومة وما تضمه من أولويات ومشاريع يتم تنفيذها على أساس الشفافية في توضيح التحديات والواقعية في وضع الحلول العملية التي تتناسب وإمكانيات المملكة بما يتسق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. أذكركم على الاستدامة والتنافسية والعدالة للوصول لأهدافنا، وأكد لكم أن التحدي مستمر، لكن بزيادة التنسيق والعمل المشترك احنا بنقدر ننجح. ففي المحور الاقتصادي والمالي عملت الحكومة على تعزيز البيئة الاقتصادية التي ترتكز على تحسين البيئة الاستثمارية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية بأبعادها المختلفة عن طريق مواصلة بناء بيئة الأعمال والتجارة نحو اقتصاد قوي ومتكامل يجعل البحرين مركزاً مهماً لريادة الأعمال. وإيماناً بأن المواطن هو أغلى الثروات الوطنية وهو المحور الرئيس الذي تدور حوله التنمية ومن أجله توضع خطط التطوير واستراتيجيات البناء، حرصت الحكومة على رفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي وإنتاجية القطاع العام من خلال رسم خطة لتطوير أداء موظفي الخدمة المدنية من خلال تقديم برامج خاصة لرفع مستوى القيادات التنفيذية. وفي المحور السيادي والتشريعي عملت الحكومة على إصدار القوانين والتشريعات بالتعاون مع السلطة التشريعية منذ البدء في برنامج عمل الحكومة إلى جانب تعزيز حفظ الأمن العام والاستقرار في المملكة ورفع جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ والكوارث. وفي محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية حرصت الحكومة على تقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطن بجودة عالية، حيث عملت الحكومة في مجال التعليم على تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية إيماناً بأهميته ودوره في خلق العقول وصقل المواهب في بيئة حاضنة للإبداع والمنافسة. وفي مجال الصحة قامت الحكومة بجهود متواصلة لتعزيز المستوى الصحي وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي حاجة الأفراد بمختلف متطلباتهم، لتواصل بذلك تقدمها في مجال تطوير الخدمات الصحية ليصل إلى مستويات متقدمة. وتنفيذاً للأمر الملكي السامي بتوفير 40,000 وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة توفر ما يقارب 25,000 وحدة سكنية. وفي محور البنية التحتية عملت الحكومة على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية ذات المعايير العالمية
لمواصلة تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين كمشاريع تطوير الطرق والشوارع الرئيسية وتوسعة مطار البحرين الدولي. وفي محور البيئة والتنمية الحضرية، فقد عملت الحكومة الموقرة على الإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية من خلال تطوير وسائل المحافظة على البيئة والحفاظ على الأنواع والسلالات والأصناف ذات الأهمية، كما تم العمل على تنفيذ أعمال وحدة الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة. عمل حكومي متقن قياس للأداء وتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة وجهود أخرى كبيرة كانت سبباً في نجاح الحكومة في تحقيق الإنجازات في المشاريع الحيوية والاستراتيجية لمواصلة السير بالمملكة نحو الأهداف التنموية المنشودة. أولاً، جائزة جودة التعليم. تمنح الجائزة للمدرسة الحكومية الحاصلة على تقدير ممتاز من هيئة تنظيم جودة التعليم والتدريب لثلاثة دورات متتالية. وقد فازت بالجائزة مدرسة العروبة الابتدائية للبنات سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والأستاذة آمنة الصليطي مديرة المدرسة لاستلام الجائزة. جائزة التميز في التواصل مع العملاء. تمنح الجائزة لسرعة وكفاءة تجاوب الجهة الحكومية مع شكاوى ومقترحات المواطنين والمقيمين بحسب تقارير الأداء في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى. تواصل الجهات الفائزة بها: هيئة البحرين للثقافة والآثار تتسلمها معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للثقافة والآثار. وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شؤون الأشغال، ويتسلمها سعادة السيد عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. وزارة المواصلات والاتصالات، ويتسلمها سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات. وزارة الإسكان، ويتسلمها سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان. وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويتسلمها سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة. وزارة شؤون الشباب والرياضة، ويتسلمها سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة. محافظة العاصمة، ويتسلمها سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ العاصمة. المحافظة الشمالية، ويتسلمها سعادة السيد علي بن عبد الحسين العصفور محافظ الشمالية. هيئة الكهرباء والماء، ويتسلمها سعادة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء.
معهد الإدارة العامة بيبا، ويتسلمها سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة. هيئة جودة التعليم والتدريب، وتتسلمها سعادة الدكتورة جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب. جائزة أفضل الممارسات الحكومية، تمنح الجائزة لأفضل الممارسات الحكومية الريادية في حكومة مملكة البحرين، والتي مكنت المملكة من تبوء مكانة إقليمية وعالمية، وقدمت حلولاً دفعت إيجابياً كفاءة وجودة العمل الحكومي. الجهات الفائزة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن مشروع تقديم وتقييم المستشفيات والمراكز، يتسلمها معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وزارة الخارجية عن مشروع النظام الإلكتروني الموحد للسفارات والقنصليات الأجنبية، يتسلمها معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية والسفير حسن رياض الزياني. هيئة تنظيم سوق العمل عن برنامج العمل المرن ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة، يتسلمها سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.